الصحة تبدأ من الجهاز الهضمي ومن القولون تحديداً، لذا من المهم إيلاء المزيد من الاهتمام حول الطرق التي تساعد في تنظيف القولون وإزالة الشوائب والبراز المتحجر والسموم في هذه المنطقة الخطيرة. إليك هذه الوصفات الأربعة التي ينبغي عليك أن تدرجها في نظامك الغذائي في بداية يومك لتضمن جهازاً هضمياً يعمل بشكل سليم وصحيح وقولون نظيف خال من تلك الترسبات والسموم. أولاً، الماء الدافئ. كوب كبير من الماء الدافئ، هذا أول ما يجب عليك أن تفعله عند الاستيقاظ من النوم، ويجب عليك أن تشرب هذا الكوب بوعي. وأفضل طريقة لتناول كوب الماء الدافئ هو شربه وأنت جالس وعلى دفعات، ولا تقع في خطأ شربه مرة واحدة، ويجب تهيئة المعدة والأمعاء لاستقبال الماء بشكل متدرج وسلس. بعد 5 دقائق يمكنك شرب كوب آخر من الماء، ولكن هذه المرة أضف عليه 2 قطرات من الليمون والعسل، وهذا سيكون خياراً رائعاً لتنظيف منطقة القولون وعلاج عسر الهضم. بعد 1/2 ساعة تناول مشروب أوراق الريحان. يمكنك أن تزرع الريحان في منزلك، ويمكن أن يكون ضمن روتينك الصباحي هو مضغ أوراق الريحان أو شرب مغلي الريحان. إن تناول أوراق الريحان يومياً كل صباح يساعد على تنظيف المعدة وإفراغها من السموم، بالإضافة لتقوية جهاز المناعة. بعد 1/4 ساعة يمكنك أن تتناول التين المجفف المنقوع بزيت الزيتون، والذي ينبغي عليك أن تجهزه من ساعات المساء. هذا يقيك من حدوث الإمساك، والذي يعتبر من المشكلات الصحية الشائعة، والذي يتسبب بتراكم البراز في منطقة القولون وبالتالي حدوث التعفنات. والتين المجفف فاكهة غنية بالعديد من الفوائد الصحية، ويمكنك أن تجعله جزءا من نظامك الغذائي اليومي كما اتفقنا، فهو علاج رائع للإمساك ويمكن أن يعطيك نتائج ملحوظة في وقت قليل. التين المجفف غني بالألياف التي يمكن أن تساعد على تسهيل حركة الأمعاء، كما أنه غني بفيتامين B6 الذي يمكن أن يسهل عملية الهضم بشكل غير مباشر. وسيكون رائعا للغاية إن تمكنت من تناول الزيت الذي تم نقع التين فيه. هذه الخطوات الأربعة التي تعتمد على الماء الدافئ، ومن ثم الماء الدافئ مع الليمون والعسل، وتناول أوراق الريحان والتين المجفف، يعتبر بداية مثالية من أجل تحسين صحة الجهاز الهضمي ومن أجل تنظيف منطقة القولون. بعد ذلك يمكنك أن تتناول وجبة الإفطار ووجبة الغداء بوعي. من المحرمات أن تتناول السكر الأبيض والمخبوزات الجاهزة والمأكولات المعلبة التي تحتوي على مواد كيميائية ومواد حافظة وأصباغ وملونات. يمكن أن تدمر كل خططك لتنظيف هذه المنطقة. من المحرمات أن تتناول الزيوت المهدرجة أو الأكل المقلي بتلك الزيوت المدمرة التي تعمل على تخريب عمل الجهاز الهضمي وتتسبب بالعديد من المشكلات في منطقة القولون. احذر، فلن تجدي تلك المواد الطبيعية نفعاً طالما أنك لا تأكل بوعي، وتسمح لتلك المواد الضارة أن تتسلل إلى جسمك من حيث تدري ومن حيث لا تدري. وبعد ذلك لن تجدي هذه المواد الطبيعية فائدة ولا أي قيمة. فتخيل أن تلتزم بهذا العلاج الرباعي يوميا في الصباح لمدة أسبوع كامل في كل شهر، وبعد ذلك تتناول فطورا صحيا. على سبيل المثال تجمع فيه البيض المسلوق أو المقلي بزيت الزيتون مع الأفوكادو، وجبة رائعة وخليط مميز من البروتين الحيواني والدهون الصحية. وسلطة أوراق الملفوف الأحمر ينبغي أن يكون من أهم الأطباق في وجبة الإفطار.
ولك أن تتخيل أن تأكل بوعي في وجبة الغداء، ويكون طبق السلطة والشوربة من المكونات الأساسية والرئيسية على مائدتك. ولك أن تتخيل أيضاً أن تنهي رحلة تناول الطعام بالاكتفاء بوجبة الإفطار والغداء، ومن ثم تبدأ رحلة الصيام المتقطع بشكل واعي. ودعنا نخبرك أن أثر الصيام على أعراض القولون رائعة جداً جداً، إذ أثبتت الدراسات أن الصيام المتقطع يفيد بشكل عام في تحسن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، حيث يؤدي الصيام إلى تحسين حركة الأمعاء ويحافظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى فوائد الصيام العديدة في تقوية المناعة ومقاومة الالتهابات. وبهذا النظام الغذائي المتوازن، فإذا كنت تعاني من القولون العصبي فهذه المشكلة ستتلاشى. ونحن نعرف أن حالات الإصابة بمتلازمة القولون العصبي تزداد يوما بعد يوم، وعادة ما يعاني المصابون بالقولون من آلام في البطن وتغيرات في التغوط مثل التغوط غير المنتظم والإمساك والإسهال، إضافة إلى أعراض أخرى مثل انتفاخات البطن. ودعونا هنا نشير أنه يمكن دعم هذه المسارات باتباع سياسة أو تقنيات الاسترخاء التي تعيد إلينا الهدوء وتساعد المصابين بهذه المتلازمة. من الأمثلة على تقنيات الاسترخاء التي يمكن تطبيقها الحصول على حمام ساخن، الخروج في نزهة طويلة على الأقدام، وممارسة رياضة المشي، ممارسة التأمل. ويمكن لهذه الأساليب أن تخفف من أعراض القولون العصبي بشكل أفضل بكثير من الأدوية في بعض الحالات طبعا، لا في جميعها. ويجب أن تعرف أن أسباب الكثير من مشاكل عسر الهضم ليست جسدية فحسب، بل يعود جزء كبير منها إلى طبيعتنا العقلية والنفسية. وبالتالي فإن الهدوء والاسترخاء النفسي والتغلب على أسباب التوتر ستمكن المصاب من التغلب على الأعراض المزعجة لهذا المرض، إلى جانب تكاتف هذا الجانب مع النظام الغذائي المحكم، فإننا سنصل إلى نتائج رائعة للغاية. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.